عندنا في الصيف أندر فسيفساء في العالم، هي فسيفساء فريدة من نوعها. توسط المتحف حوض الفسيفساء، فسيفساء عندنا احنا في الصيف أندر فسيفساء في العالم، هي فسيفساء فريدة من نوعها، تسمى فسيفساء ركب الإله باقوس أو انتصار الإله باقوس. هو فسيفساء عثر عليه في 1967 في أحي المعبد بالصيف. هذا الفسيفساء هي فسيفساء فريدة من نوعها لأنه عندها مجموعة من الخصائص. عندنا الخاصية الأولى اللي هي خاصية الظل، لو يعني أي زائر يزور هذا يشوف فسيفساء راح يلحظ هذه الخاصية ظاهرة للعيان، يعني على شكل ثلاثي الأبعاد مصنوعة ب نعيطوا لهم حجارة صغيرة، هذيك التيسيلاتيون، صغيرة من 1 ملم إلى 3 ملم اللي مصنوعة بها. عندنا كذلك الحيوانات الإفريقية، يعني هي متقنة بصفة كبيرة. عندنا كذلك الألوان الطبيعية، عندنا كذلك حجم هذا الفسيفساء اللي هو يمتد من 7 على 4 أمتار، اللي هو يمثل غرفة، محتمل أن يمثل غرفة للأكل أو تريكلينيوم في الفترة الرومانية.